نبدأ حلقتنا بهذا الخبر، حيث أنه تحت رعاية ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 15 وحتى 16 من نوفمبر الجاري منتدى مسك العالمي في دورته الأولى تحت شعار القادة الشباب معا، وسط مشاركة دولية من 65 دولة حول العالم تتقدمها شخصيات قيادية من وزراء ومسؤولين رفيع المستوى في منظمات دولية وأكاديميين وخبراء وريادي أعمال. فيما ستتركز الموضوعات التي ستطرح في هذا المنتدى حول تمكين الشباب وتوسيع دورهم في قيادة محركات التنمية وكيفية إعداد أجيال من القادة الشباب في مجالات متنوعة. للحديث حول هذا المنتدى يسرني أن يكون معي عبر الهاتف مدير الإعلام والنشر بمؤسسة مسك الخيرية الأستاذ يوسف الحماد. أستاذ يوسف مساك الله بالخير. بداية، حدثنا عن منتدى مسك العالمي في دورته الأولى، ما هي أهدافه؟ أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، ومساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام، وشكرا لكم على هذا التقرير. منتدى مسك يعقد في دورته الأولى هذا العام. طبعا المنتدى هو يأتي تمشيا ومواكبة لرؤية المملكة 2030، حيث يسلط الضوء على دور الشباب بشكل عام في تطوير أو في دفع محركات التنمية والتنمية المستدامة بشكل خاص. كما نعرف اليوم أنه معظم التغييرات والتطورات التي حدثت في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لو تفحصناها أو خلينا نقول بحثنا عن أسرارها، لوجدنا أن الشباب بمبتكراتهم باختراعاتهم برياداتهم أو بأسلوبهم الريادي في الأعمال كانوا وراء هذه التطورات. اليوم الشباب بشكل عام بحاجة للإلهام، بحاجة لمنح الثقة، بحاجة لإيجاد منصات مثل منتدى مسك العالمي. جميل. لفتح منصات المعرفة وتبادل الخبرات. اليوم يجتمع أكثر من 130 متحدث و 1500 شاب وشابة، نصفهم من المملكة ونصف آخر من عدة دول حول العالم. كل الجميع سيناقش اليوم كيفية أهمية ريادة الأعمال في تعزيز مسيرات أو خلينا نقول خطط التنمية وأهداف التنمية في الدول. طيب أستاذ يوسف، أستاذ يوسف، يعني هذا خلينا نسألك عن المجالات اللي بالتحديد سيسلط عليها الضوء منتدى مسك العالمي الأول. المجالات متعددة، يعني خليني قبل أذكر المجالات، أنه في أحد الجلسات سيتطرقون للهوايات، كيف أن الهوايات أصبحت مصدر دخل وانتفعت بها أمم كثيرة. أما المجالات اليوم بكرة بعد بكرة إن شاء الله اللي هو يوم الثلاثاء والأربعاء سنفتح ملفات ريادة الأعمال في مجالات التعليم، كيف تطورت ريادة الأعمال في التعليم، في القيادة، في التخطيط، في التنمية البشرية، التنمية المستدامة، العلاقات العامة، الإعلام. مجالات عدة، يعني في حياتنا اليومية كان للشباب دور كبير عبر مشاريعهم الريادية واختراعاتهم وابتكاراتهم في تطويرها. طيب المنتدى، يعني يمكن معلومات قد يتم بها المشاهد، الملتقى أين سيقام أو المنتدى أين سيقام؟ ماذا عن طريقة التسجيل والحضور؟ المنتدى سيعقد في الرياض في فندق الفور سيزون يوم 15 و16 نوفمبر. بالنسبة للحضور كان يعني الفترات الماضية وطوال الأسابيع الماضية تم فتح التسجيل عبر موقع المنتدى المرتبط بموقع الإلكتروني لمؤسسة مسك الخيرية، وتم يعني تم تسجيل الآلاف. الآن تتم عملية الترشيح، وإن شاء الله يعني تصل للمقبولين بحضور هذا المنتدى إيميلات خاصة. جميل. فيها دعوات للحضور. طيب أخيرا، هل لك أن تفصح لنا عن بعض الأسماء العالمية المشاركة؟ اليوم سيشاركنا في منتدى مسك العالمي أو بيل جيتس، يشارك بعرض مرئي تحييدي تحدث فيه عن التقنية. سيشاركنا أيضا جو كايسر اللي هو المدير التنفيذي لشركة سيمنز. سيشاركنا شم المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات. سيشاركنا أحمد الهنداوي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. سيشاركنا رئيس أو المدير التنفيذي لشركة سيسكو سيستم، والعديد من الأسماء. جميل، أتمنى لكم التوفيق في مؤسسة مسك على هذه المنتديات المتميزة الواحد تلو الآخر. أشكرك أستاذ يوسف الحمادي مدير الإعلام والنشر بمؤسسة مسك الخيرية.